نرحب بيكم اكيد من جديد، وخلينا دلوقتي نروح على طول للسكايب مع الاستاذ محمد مصطفى الناقد الرياضي عشان نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. طبعا احنا بنتكلم محليا وبنتكلم كمان عالميا. يا استاذ محمد بونجور عليك، صباح الفل. بونجور نهواندو، بونجور استاذ كريم، وبونجور لكل جمهورنا الاهلي في كل مكان. النهارده معانا اخبار يعني مثيره للجدل بصراحه، وبالذات اول خبر اليوم السابع يقول لك ايه بقى؟ التأمين على قدم ميسي ب 900 مليون دولار، اغلى مفروض بقى ان ده اغلى من قيمه منتخبات مونديال 2022 اصلا. يا دوبك. يا دوب طبعا، يعني احنا كده بنتكلم ان ميسي اغلى بجد قدم في العالم تقريبا. هل انت بقى بتتوقع هنا ان فكره التأمين دي تجيب تأمين على يعني اقدام لاعبين اخرين؟ وبعدين اصلا رايك ايه في هذا الموضوع؟ طبعا احنا عارفين ان دي تعتبر مش المره الاولى يتم تأمين يعني على قدم لاعب كبير، طبعا حصل قبل كده لكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، بس يمكن ميسي الاعلى حتى هذه اللحظه. فخلينا نعرف منك بقى يا محمد برضو رايك في الحوار ده ايه. تمام. هو في البدايه طبعا زي ما انت قلتي انه ده اجراء متبع مع اكثر من لاعب قبل كده، رونالدو عملها، بيكهام عملها، حتى انه بعض الفنانين او المشاهير برضو بيقوموا بنفس الامر. فليونيل ميسي مش الاول، هو يمكن الجديد شويه في الموضوع انه الرقم ده هو رقم كبير جدا، ولكن طبعا بحجم ليونيل ميسي والارقام الاعجازيه اللي دايما مستمر في تحطيمها وانجازها مع برشلونه او حتى مع باريس سان جيرمان. السنه دي ماشي كويس جدا، 35 هدف، فماشي بشكل كويس جدا مع باريس سان جيرمان، وقادر ان هو يقود الفريق طبعا بجانب مبابي ونيمار. والكل كمان منتظر كمان يعني رده الفعل بتاعت ميسي على ده كمان في كاس العالم، يعني الكل بيتكلم انه ميسي ده اخر كاس عالم ليه، فاكيد هيموت نفسه ان يكون موجود في كاس العالم، وطبعا يتجاوز فكره الاصابه اللي كان تعرض ليها البسيطه، ولكن اكد مشاركته في كاس العالم. زي ما بقول لك هو اجراء متبع او حاجه معروفه انه ممكن بعض اللاعبين، هو اغلى ما يملك ليونيل ميسي هو القدم. وحتى لما زار مصر قبل كده وتبرع بالشوز بتاعه، وقتها حتى الناس عندنا ما فهمتش الامر، ليونيل ميسي بيتبرع بالشوز بتاعه لينا ليه يعني؟ فلا بالعكس، هو اغلى ما يملك لاعب كره القدم هو الشوز بتاعه وقدمه. بس هو طبعا امر اثار شويه جدل على السوشيال ميديا، اكيد انت تابعته برضو يا محمد. يعني طبيعي. طبيعي جدا ان الرقم كمان يمكن كبير متفوق على الكريستيانو زي ما انا قلت، وبيكم بفارق برضو كبير جدا. فيعني لا، بس بالتوفيق يعني، احنا لا نملك غير كده. لا، ليونيل ميسي واحد بيتكلم في 18 سنه بس يعني. موجود في التوب ليفل اللي هو الافضل في العالم، يمكن بس بعض الشهور البسيطه اللي مثلا طلع فيه مودريتش، طلع رونالدو، ولكن ميسي كان دايما موجود ضمن الاهم في العالم. 7 كرات ذهبيه، الكثير من الالقاب والبطولات مع برشلونه، يمكن خانوا التوفيق مع الارجنتين، ولكن يعني بشكل شخصي بتمنى له التوفيق وانه يتوج بكاس العالم مع الارجنتين. بالظبط بالظبط. طيب نروح بقى مع حضرتك ليلا كوره، والعنوان بتاعها مبهم الى حد كبير، بس تحس انه مليان اسقاطات. الحرب ضد علوم الكره الحديثه بين قوسين ساحر فقد بريقه، طبعا هنا اسقاط صريح على كريستيانو رونالدو، فمكتوب ساحر فقد بريقه يتحدى للفوز بالمعركه الاكبر. فاسئلتي لحضرتك طبعا بطبيعه الحال متعلقه برونالدو، هل شايف ان هو بيقترب فعلا من تشيلسي؟ دي واحده. والسؤال الثاني، هل تعتقد انه ممكن يعتزل بعد المونديال؟ هو في البدايه زميلنا احمد علاء هو اللي عامل التقرير ده، بحكم ان انا كنت عامل سابقا في مواقع يلا كوره فاعرفهم كويس. احمد علاء واحد من المميزين اللي بيكتبوا تقارير كويسه جدا وتحليلات بتكون بعناوين جذابه. هو العنوان بتاعه انا قريته، العنوان كان جميل جدا، بيتكلم على فكره ان رونالدو الراجل اللي عنده المهاره، الراجل اللي بنى جسمانه وبقى فيه قوه جسمانيه عنده، النهارده بقى يواجه بالعلم الحديث في كره القدم. النهارده هالاند قوة جسمانية جبارة، النهاردة مبابي سرعة جبارة. صحيح. فالمميزات اللي يعني كانت ده بقى عند أهم من اللاعب المهاري، عايز تقول كده؟ بالظبط، لأنه كرة القدم النهاردة بتعتمد على البناء من الخلف، بيعتمد على الضغط العالي، بيعتمد على الريتم العالي، الورك ريت العالي في المباراة، الضغط دايما واستخلاص الكورة، استحواذ على الكورة بشكل أكبر. كل ما تمسك الكورة أكتر وكل الكورة في رجلك أكتر، كل ما هتقدر إن أنت تهدد الخصم بتاعك وتبعد الكورة عنهم، فبالتالي الدفاعات بتاعتك ما بتنكشفش. زي بيكيه كده، أسطورة بيكيه كانت
يمكن واحد طبعا من اهم المدافعين في العالم، ولكن اسطوره بيكيه اتنشأت في جو كان فيه برشلونه بيستحوذ دايما على الكوره، فتلاقي دايما نسبه الاستحواذ 65 70%، فنسبه الكور الخطيره اللي بتيجي من المنافس بتكون قليله. هو ده فكره الكوره الحديثه. يمكن الكوره الحديثه خلت رونالدو شويه ما يبقاش متواجد، طبعا مع تراجع المستوى نتيجه الكبر في السن. يمكن الهيت ماب بتاعت او الخريطه الحراريه بتاعت تحركات رونالدو في المباريات على مدار العشر سنوات الاخيره، هتلاقي في ريال مدريد ويوفنتوس الورك ريت اعلى، هتلاقي تحركات كتيره جدا جوه ال 18 وبره ال 18. الراجل تارجت مان بيقدر ان هو يخلص جوه ال 18 او بيقدر ان هو يستلم من بره ال 18 ويعمل السحر بتاعه والحركات بتاعته، يقدر ان هو يسجل اهداف. النهارده رونالدو بعيد عن ده شويه، عدد بس اهدافه قليل. محمد تسمح لي أسألك هنا، يعني تحديدا في النقطة دي، أنا بشوف رونالدو مش لاعب كبير قوي سنا، بلس إن هو من اللعيبة حتى لو دلوقتي وصل 36 أو 37 سنة، في لعيبة كملت عن كده منهم إبراهيموفيتش، قلنا الكلام ده قبل كده وده مثال حي، وتقريبا دلوقتي 41 أو 42 برضو، بلس إن أصلا كريستيانو كمهارة أعلى وكلايف ستايل كان أكثر انضباطا وكإرادة و إلى آخره، فليه ده ما كانش ليه تأثير إلى حد ما شويه ايجابي على مسيره كريستيانو؟ يعني ما شفناش لاعب بجد منضبط كده زي كريستيانو رونالدو في مسيرته كلها، فنيجي نقول 36 او 37 سنه وادائه في تراجع بشكل ملحوظ، مش ده غريب شويه؟ يعني خلينا نفهم ده. هو خلينا ناكد حاجه، انه التراجع عند رونالدو هو تراجع رونالدو، يعني مش يعني ما نقدرش نقيس رونالدو باي لاعب اخر. فتراجع رونالدو ده هو لسه في التوب ليفل، هو لسه من اهم اللعيبه، ولكن طبعا التراجع ان رونالدو ما بقاش موجود مثلا في احسن 30 لاعب في العالم في الفرنس فوتبول من فتره طويله كانت صادمه، ان رونالدو يكون موجود على مقاعد البدلاء مع مانشستر يونايتد، دي كانت بالنسبه لنا يعني مفاجاه، انه لا رونالدو الناس كلها مستنيه انه يكون لا. وما يجي اليوم أساس اللي يتقال فيه ان رونالدو طلب منه انه يعني يتدرب منفردا مثلا او مع الفريق الاصغر سنا، كل دي حاجات عجيبه قوي يعني. صحيح، يعني حصل خلافات مع تنهاك في النهايه وحل الامر واعتذر له، لانه كان تنهاك حابب ان هو ينزله في مباراه من المباريات، ولكن هو رفض ان هو ينزل، لقى ان الوقت قليل، وهو برضه لاعب، اللاعب بيحب دايما يشارك في المباريات، يلعب بشكل اساسي، فلما يلاقي نفسه موجود على مقاعد البدلاء، ومش اي حد، ده في النهايه كريستيانو رونالدو. صحيح. وكريستيانو رونالدو بالنسبه لكاس العالم، هو النهارده كريستيانو فاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية، فاز باليورو مع منتخب برتغالي، وأرقام قياسية كبيرة جدا كمان، والتتويج بالكرة الذهبية كمان 5 مرات، فرونالدو عنده يعني بطولات وإنجازات كبيرة جدا، ولكن برضه ينقصه نفس اللي بينقص ميسي، التتويج بكأس العالم. أنا بالنسبة لي لو سألتوني تتمنى مثلا مين يتوج بكأس العالم؟ أنا ما أتمناش حد، بس أتمنى إن أنا أشوف مشهد سينمائي في المباراة النهائية ما بين الأرجنتين والبرتغال، يكونوا يوصلوا الفاينل وتلاقي رونالدو وميسي واقفين مع الحكمين والاثنين هيموتوا بعض في الملعب. يعني بص، وخصوصا ان ده هيبقى يعني كأس العالم الأخير مع ميسي، وبرضه اعتقد رونالدو لسه ما اعلنش ده، بس يعني نتمنى فعلا نشوف مشهد حلو. على كل حال اشكرك جدا محمد مصطفى الناقد الرياضي، شكرا لهذه يعني القراءة الصحفية.